ماما دلوقتي يعني دونا طاقة إيجابية جميلة جدا صراحة. أنا مبسوط قوي وعايز أعرف أختم بقى بحاجتين من ماما وبابا، نصيحة لكل أب وكل زوج بيتفرج عليك دلوقتي وماما برضو، بس هبدأ ماما يعني ليدز فيرست. مدام كارمن هتقولي نصيحة لكل زوج أو كل أم هيشوف الحلقة دي تقول لهم إيه؟ ممكن أقول حاجتين. أول حاجة علاقتك الشخصية بربنا، يعني مش انه ربنا والكتاب المقدس هما الحاجة اللي بنعملهم يوم واحد في الاسبوع او لما اروح الكنيسة، لكن حقيقي الجواز المجهود فيه مش مجهود عضلات، لكن مجهود انه اشتغله واتعلم من ربنا واكتب واقرا حاجة واسمع حاجة واكتبها واصر اني اتدرب عليها واطلب نعمة من ربنا اني اعملها. فدي اول حاجة علاقتك الشخصية بربنا. تاني حاجة خليكي شخصية إيجابية، طريقة التفكير الإيجابي، وإنه برضه أمرن عقلي إنه ممكن ولادي أنا يعني تعودت أعمل ده من سنين، إنه هما مش معايا وأنا بعمل أكل وكلهم اللي في المدرسة وعزيز مش موجود برا، إنه أمرن عقلي إن أفكر في كل واحد إيه الإيجابيات اللي فيه لوحدي وما أقولهاش، بس إنه أمرن دماغي على التفكير بطريقة إيجابية، فطبيعي لما ييجوا أو لما أشوفهم ده اللي مالي دماغي، فالتفكير بطريقه ايجابيه. كويس جميل بابا عزيز. اوكي انا اقول برضو نصيحتين. ممكن اقول نصيحه